خالد السيد ممثل لبناني قدير، صاحب رصيد هائل من الأعمال التمثيلية وبصوته أيضاً تسجيلات وصلت للعالمية أيضاً بالتلفزيون السينما المسرح والإذاعة. مسيرة طويلة، مش رح نقول قد أستاذ خالد. لا ما عندي مشكلة، بالعكس بيكون هذا سجل كبير عندي يعني أكيد. ايه. وإن شاء الله دايما من نجاح لنجاح. عم نحكي عن مسيرة بتتخطى 50 سنة من النجاحات بكل المجالات الفنية، تمثيل، مسرح، تسجيل أصوات، ما بعرف إذا كل شيء يعني. كل الناس بيتذكروا جونجر، بس أنا بتذكر جونجر يعني الحمد لله انه يعني بتذكري لانه كنت صغير اسم الله عليك وبعدك صغيري يعني ما ايه. كان جونجر تقريبا معشوق الاطفال، كانوا يحبوه كثير يعني. لما مشهد لما بكي جونجر الكل بكي، الكوكب كله بكي يا بيي على جونجر يا بيي. بس على كل حال العالم العربي بكي على صوتك استاذ خالد السيد يعني اللي كان هو شخصيه جونجر. لا بس انه كرموني على صوتي بالنسبة للجونجر يعني أكيد أي ما في خسارة أبدا يعني. خاصة الفن بيتعلق فيه أول شيء ما بقعد يطلع، تاني شيء ما في خسارة، بيفتح لك آفاق كبيرة ومجالات كبيرة ومعارف كتار، فهذه كتير مهمة بالنسبة للفن بحد بس ذاته. بتحب بعدك حضرتك يعني تسجيل الصوت، بتحب العمل بالصوت بالمجال الفن يعني طبعاً لأنه طبعاً. شغلة مميزة ومثل ما كنا عم نحكي يعني شغلة منها سهلة. لا 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 بده الإنسان يشتغل على موضوع ويدربه يعني إن كان دوبلاج أو كان إذاعة أو كان وثائقيات، فهي شغلة بدك يعني برضو أنك بدك تحسي فيها يعني. حتى الوثائقي بدك تحسي بالكلمة اللي عم تقوليها، إذا كان في مشهد مثلا لا سمح الله حرب أو شيء بدك تعطيها معناتها للجملة يعني. فكيف ما يكون تمثيلية إذاعية أو كرتون أو شيء، فبدك تعطي يعني الشخصية اللي عم تعطيها، إذا كان أنيمال أو شيء بدك تعوي، إذا في كلب بده يعوي يعني هو تمثيل بكل ما للكلمة من معنى، ولكن بالصوت. ويمكن بعد أصعب أنه نوصل هالمساج من خلال الصوت. خليني أقول بأنه برمضان كنت حضرتك من نجوم رمضان بآخر سنتين بمسلسل الهيبة، وكان دورك شخصية غازي شيخ الجبل. غازي شيخ الجبل يلي بذات الوقت كان هالإنسان القاسي المتصلب، ولكن بذات الوقت كان هالأب الحنون. قدي صعبة هالنقلة بدور واحد؟ هلا بالنهاية كمهنتي كممثل مفروض انه قد الدور شو ما كان يكون، بعدين بضل قد ما كان قاسي الدور يعني في عندك حنين الابن، حنين الابوي، نعم، في العاطفي، في التربية، قد ما كان بدك تنقلي من هون لهون لتحافظي على عائلتك وتستمري انت وياها، بدك تقلب الشخصية يعني بتصير شريرة بس حدا يقرب صوب باب بيت عائلتك، فهي المفروض تنقلب الشخصية وفجأة يعني. بترجع على الحنان وعيونك هيك اللي بتغيروا لما بتصير داخل العائلة. خلينا نشوف مشهد سوا من مسلسل الهيبة. يلا تفضلي. شوف يا غازي، الإنكار ما رح يفيدك، اعترف حتى نسكر هالقضية، بتربح وقتك وبتبلش محكوميتك. أما إذا بدك تعند راح نخليك بضيافتنا وبالآخر تتحاكم. التهمة لبستك، ربح وقتك. الدورية علقت مع رجالي وكان رصاص مثل زخ المطر. الضابط يلي تقوص كان مشتبك معك وانت مخبى بالمستودع. لو قادر قويس كنت هربت، ما كنت شفني قاعد معك هون. مصر انك تنكر؟ قلت لك اني ما خصني، لو سمحت ما بقى فيي احكي قبل ما يجي المحامي. تكرم عينك، خدم وشي وجيب لي التاني. دايما على كل حال بشخصية، بتعرف شو رح اقول، بشخصيتك دايما فيها القساوة،
أوقات يعني دور الشرير، أغلبية الأوقات دور الشرير. هلأ رح نشوف كمان بمينك يعني أنت، يعني إنه شكلي بيوحي هالمضمون هيك كمان؟ إنه هيك شكل بيوحي يعني، مع أنه أنا كتير بحب ألعب أدوار الدراما ولا بحب ألعب الكوميديان يعني يكون، بس ما شفناك بالكوميديا ولا أنا شفت حالي إنه بالتلفزيون لا، بس أنا على المسرح إذا بتشوفيني على المسرح أنا كوميديان مختلف 366 درجة. شو اللي بيختلف وشو الفرق بين المسرح والتلفزيون بالنسبة لممثل يعني فينا نقول مخضرم؟ هلا المسرح حياة تاني. المسرح أول شيء في عندك صعوبة لقاء الجمهور وأخذوا عطى معهم، هي فيها جمالية فيها متعة لألنا يعني أنا بعتبرها متعة فوت لقي الجمهور، أو أحيانا بحكي مع حدا من الجمهور أنا بالصالة. فهي دي شغلة مهمة، بس يكون عندي مسرح بنعزل عن العالم يعني، بروح قبل ساعتين بقعد بالمسرح لفوت بالجو اتهيأ. المسرح عالم تاني كليا عن التلفزيون أو السينما، حتى بالتقنيات الصوت حركات الجسم طبعا بيكون فيها شوية زيادة. بدك تكوني كتير ليني يعني، لأنه أنت مكشوفي للناس، بدك كتير ليني يعني الحركة اللي تعمليها كانت مضحكة أو غير مضحكة لأنه الجمهور شايفها حينتقدها. ف يعني ولغاية الآن قبل ما أطلع على المسرح بخبط قلبي. حلو تراك المسرح، بس ما تقولي لحدا. هيدا التراك على كل حال المسؤولية يمكن طبعاً اللي بيحملها طبعاً 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 الفنان الأصيل. طبعاً مسؤولية يعني أي هفوة، مش أنت بس، أي هفوة من زميل من زملائك أو زميلي من زملائك بدك تعملي حساب كيف بدك تغطي. نعم. حتى اللي ما تلاقي الفراغ موجود. نعم. الهيبة كمان يعني فيه دور منه سهل، ولكن منحس كتير كان في تعبير الوجه يلي اشتغلت جدا بالهيبة. كيف بتصنف التمثيل بها، التمثيل شخصيتك طبعا بها المسلسل بالذات، وليه أخذت هالقد أقبال عند الجمهور؟ أول شيء لأنه برمضان المسلسلات العرض برمضان ما إلها أي علاقة برمضان بتاتا يعني. وبعدين صارت يعني عفوا معلش اسمحوا لي إنه صارت بتشبه بعضها إنه بتصير تعرفي شو بده يصير الحدث قبل ما تشوفيه، وبتفتحي على مسلسل تاني بتقولي هالمشهد هلأ شفته هون. بعدين ما بتشبه رمضان انه اول شيء الخيانة الزوجية الخمر ما في شيء، علاقات عاطفية اجمالا مثلا. فالهيبة اجا نوع تاني للناس هلأ سامع فيه او عايش فيه، والناس بتحب هالقصص انه اللي فيك تقولي شبه شعبية ايه لقته مختلف عن الكل، فأخذ ضجة والناس حبته. نعم. و يعني فيك تقولي انه غيرت الناس عن الدراما التانية. نعم. خلينا نشوف مشهد تاني من الهيبة، وبدنا نحكي عن الهيبة الجزء الثالث. يا لطيف انا ما بعرف. ما قلت لك بكون عند حدا من اصحابه، ما صدقتيني. بس ليش ما عم يتصل او عم يرد على تليفونه؟ قال كان ضايع منه لما كان مع أصحابه بالصيد. صيد شو؟ هيدا بكون مصطاد له شو غزالي وغرقان بأحضاني ومنسيته العالم كله. ريما شو أخباري؟ باقي لي مادتين وبتخلص فحص. وإن شاء الله ناوي تكفي. لكن ليش عم تعمل عيوني بالقراية؟ مش كرمال تفوت على الجامعة؟ شو هالحكي؟ أنا خلي بنتك اليوم طالعة نازلة على بيروت، ما بعرف مين عم بتشوف وشو عم يصير معي. شو بده يصير يعني؟ سعري بسعر كل بنات العالم. ايه بكره بيجي نصيب هي وبتنضب ببيت جوزي. لا ما راح جوزها قبل ما تكفي علمي. بنت الشامية مش أحسن مني. لك يخرب بيت الشيطان اللي براسك. هلا هي اللي طلع معي؟ غازي أنت بدك تطلع بقى.
والله انا تعودت على الشبيب، مبسوط هون ومش قادر اتركه. عم بحكي جد. ولك انا لو قادر احفر ارض بضفيري كنت حفرتها ورب من سنتين. طب وين صار صاحبك؟ ما قال بده يدبر لك طلعه؟ هلا شو بكي؟ هاي اول مره بشوفك قلقان هالقد. كيفه؟ ابنك ما كان عند اصحابه. شاهين رجع حط ايده بايد ابن عمه جميل. هالمشهد رهيب يعني، فيه الاثنين، فيه هالعلاقه الحنية الحنان مع زوجته. تحية للممثلة الكبيرة ختام لحام. طبعا يلي عن جد مبين كان التناغم بين الشخصيات. بتكون مرتي يعني بالمسلسل. انه واحد عنده هيك مرة ما بده يعصب او لك بتعصبك يعني. بس فعلا يعني لما بيكون في هالممثلين يلي من المستوى والخبرة نفسها، قديه بيكون في قديه بيكون اسهل التمثيل؟ يعني هو الانسجام الكلي، انه يكون اهم شيء ممثل بوجهك عارف شخصيته وشخصيتك. يعني يقدر يعطيكي لتوصلي له الرسالة او توصلي الرسالة للمشاهد. كثير مهمة. فيلم مينك انت صار بصلاة السينما، رح ننقل من المسلسل للشاشة الكبيرة. اللي مستوحى من مسلسل انعرض عبر شاشة الام تي في، مسلسل سكت الورق. ومن نعم. وجه تحية للمنتج نديم مهنا، بنقول له الف مبروك على الفيلم. ايضا الشخصية الشريرة يلي كتير بذهن الناس موجودة للممثل خالد السيد، قديه بتريحك هالشخصية؟ خلينا نقول هلا مش قصة بتريحني، يعني انا تقريبا خلص هاي شخصيه ركبت علي. سهل انه تمثلها؟ هلا بالنسبه لي صارت سهله. يعني هلا بدك تقتلي حدا هون بقوم بقتله، ما عندي مشكله. مين يعني مين بليز بيتبرع اذا بتريده؟ الي انا بقول نجم، ليش لا؟ ايه ما مشكله، هلا نشوف مين بيدفع اكثر. انا اللي رح مول اذا شيء. يعني خلص ركبت الشخصيه. وصرت خبير فيها. يعني صرت أعرف إنه أديها وألعبها صح وأعطيها تعبير يعني بتخوف المشاهد. نعم. أو بترعب المشاهد، يعني خلص ركب كاركتير. شو الاختلاف بين الفيلم، فيلم مينك أنت اللي مستوحى من سكت الورق أو هو تكملة لإله، وبين المسلسل إذا بدنا نحكي بشكل عام تقنياً وبيها القصة بالذات أيضاً، شو اللي تكمل وشو اللي اختلف؟ هلا هو الفيلم تقريبا تجمع مشاهد من سكت الورق، يعني لخص القصه كلها من 30 حلقه. نعم. ل ساعتين ساعتين ونص بهالفيلم كله، يعني صارت الـ 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 اذا بدك المشاهد قريبه لبعضها، تقدر تشوفي بسرعه الحدث، فهذا الفرق. نعرف النهاية معناتها بهيدا الفيلم. هلا ما رح نقولها للمشاهدين. أنا عرفت انه نهاية سكت الورق، بس هون اذا شوي مغيرها الاستاذ نديم بيكون عامل سربرايز للمشاهد. مع الممثلين هل اوقات ببعض الأحيان وجود ممثل ممكن يأثر إيجاباً أو سلباً على أداء ممثل آخر؟ كيف يكون الجو بشكل عام بالتصوير؟ صراحة تقريباً كنا ما في عائلة واحدة، يعني هو أهم شيء بالعمل الفني يكون في إلفة بين الممثلين وبين المخرج حتى الصوت والإضاءة والكاميرامان، هيدا يعني بيعطي العمل نتيجة كتير صافية ونظيفة وفيها تقنية كتير مهمة. فبالعكس كنا مثل عائلة وحدة وأصحاب ومزح عادي حتى تفوتي بالأجواء، ما يحس حدا غريب. طبعا حتى لو حدا جديد جاي ما بيعرفنا، يعني خالد القيش اكيد بخاف بالاول منه. خالد القيش كان من رهبتك هي على الاكيد، لانه بس تفوت بالاستوديو هون كلنا هيك عندك هالرهبه فظيعه على الجو. خجلتيني دخيلك لك كيف احمر وجهي. ف يعني خالد القيش كان بالنسبه لنا انا اول مره بشتغل هيدا، صحيح. ففوتناه بجونا، صار حسسناه انه
منك بعيد عن جونا، منك بعيد عنا، لحتى صرنا ناخد ونعطي مع بعض بسهولة. هيدا الاحترافية بفتكر لحتى يطلع العمل كله ناجح، طبعاً مش مفروض. الفرد ولا الممثل هو طبعاً نفسه. يعني أنا مرة رحت عم مثل مسلسل بالمغرب بالممثل المغربي، قلت له بعتوا لي إياه لشوفه، يعني لا أقعد أحكي أنا وياه، لا أرى حواري أتفهم، يعني فهموا مين أنا ومين هذا، لا قدرت وصلت أنه صرنا زدت الحوار طبيعي. ارتاح ايه طبعا بالعمل، بدك تريحيه. نعم ايه. شو عم نحضر جديد هلأ؟ هلأ حضر أرواح. صرنا بعالم تالي هلأ بعد شوي. في أعمال جديدة في كلام، كلام في حكي ايه؟ مسرح أو تلفزيون؟ لا تلفزيون، تلفزيون وسينما بس مختلفين عن بعض. ايه طبعا يعني مسلسل شيء وفيلم شيء تاني. ممكن يتغير شركات الدور، انتاج يعني ممكن الشخصية تتغير هون او بعدنا تقريبا بذات المود. هلأ بالنسبة للأفلام في شيء دور هيك بده يفاجئنا شوي؟ لا بالنسبة للأفلام نفس الشيء. على كل حال بكل دور في تجدده وفي احترافيته، في الحمد لله الحمد لله التلذذ بانه نشاهد خالد السيد على الشاشه. الله يديمكم يا حبيبه قلبي، وانا يعني قد ما في اعطي بالخمسين سنه. نعم. اللي مرقوا ورح نعطي على قد ما ان شاء الله نعطي اكثر. اهلا وسهلا فيك خالد السيد، شرفتنا. ومنذكر بانه فيلم مينك انت موجود وعم ينعرض حاليا بصالات السينما اللبنانيه. هيك بتكون انتهت حلقتنا لليوم، بدي اتمنى لكم ويك اند كثير حلو ونهار احد بكره ممتع، وانتبهوا على حالكم. انا بشوفكم الاسبوع الجاي، باي باي.